بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله هسجل المحاضرة الـ10 داتا ساينس، وهي آخر محاضرة معانا. احنا خدنا في المحاضرات اللي قبل كده الـ CNN والـ RNN وخلصناهم، وخلصنا المودلز بتاعتنا. في آخر محاضرة عندنا اللي هي بشوف المودل ايفالويشن بتاعي، ببتدي أعمل ايفالويشن للمودل المودلز اللي عملتها، وابتدي أحسب الماتريكس بتاعتي اللي هشوف من خلالها المودل بتاعي اترين بشكل كويس أو طلع لي بريدكت بشكل كويس ولا لأ. تمام. أول حاجة نبتدي ناخد تقسيمة الداتا عندنا. هناخد أول حاجة الترين والتست والفاليديشن. احنا يا دوب ممكن نكون سمعنا على الترين والتست، وفي ممكن الناس سمعت على الفاليديشن وناس لأ. هو عبارة عن ايه؟ أول حاجة الداتا اللي هو التقسيمة العادية الترين والتست دي، تمام. ببتدي أقسمها مثلا 70% ترين وتلاتين في المية تيست. لو 70% ببتدي ياخد مثلا الداتا بتاعتي يترين عليها مع الفيتشر ومع الليبل، يبتدي يترين عليها، تمام، ويبتدي يترين يترين يترين. بعد ما يخلص أجيب له التست، اديله الفيتشرز بس اخبي الليبل اللي هو بتاع مثلا دوج ولا كات، ده الليبل مثلا هو الواي، فابتدي اخبيه وابتدي هو بريدكت، تمام، واقارن الحاجه اللي بيعملها بريدكت بالقيمه الاصليه المخزنه ايه في الداتا عندي. تمام. هناخدها واحده واحده بالتفصيل برضو، وهقول الفاليديشن ايه او من جهه. بس ناخد اول واحده واحده، نمشي مع السمنز، ناخد الديفينيشن بتاع كل حاجه. اول حاجه التريننج. التريننج هو اللي هنا اكبر داتا سيت عندي، اكبر جزء يعني. يعني انا بقسمهم ترين وتيست وفاليديشن، في بالي ان الترين تبقى اكبر جزء. ليه؟ لان ده المرحله اللي هو بيتعلم فيها، فانا عشان عايزه ياخد اكبر قدر من المعلومات، اكستراكت اكبر قدر من المعلومات، يشوف البيهيفير بشكل كويس، يتعلمه او يشوف باترنز معانا يفهمها في الداتا، فانا لازم هنا اكبر ايه حجم الترين بتاعي. تمام. طيب بيقولي ان انا ببتدي في الترين زي ما قلت، بديله الفيتشرز بتاعتي وبديله الاوت اللي هو اللي يعني مثلا ببتدي مثلا فيتشرز. مثلا لو احنا مثلا بنتكلم على سعر بيت مثلا، ببتدي مثلا اديله مثلا عدد الاوض مثلا بتاعت البيت، واديله المساحه بتاعت الاوضه، واديله مش عارف اي حاجه تخص مثلا ايه البيت ده مثلا. تمام. وفي الاخر بديله الواي اللي هو الايه البرايس مثلا بتاعه، مثلا ايه مثلا هاي، مثلا هو مثلا بنتكلم على تكلفه مثلا هاي ولا لو مثلا عشان يسهلها. تمام. فبقول له مثلا هاي. تمام. ممكن في حاجة تانية يبقى مثلا ايه التكلفة بتاعته لو. تمام. ماشي. تمام. فاحنا نديله كل اكساية بالفيتشرز بتاعتها، ودي في الاخر الليبل بتاعها. تمام. فهو بيبتدي يشتغل، وبيبتدي برضه في مرحلة التريننج بيحسب اكيرسي، بيستخدم الليبلز بتاعته عشان يحسب اكيرسي. ليه؟ عشان يحسب اكيرسي في مرحلة التريننج، تمام، ويقارنها بالاكيرسي اللي هيطلعها في مرحلة التست، ويقارنهم ببعض. ليه؟ عشان لو لقاهم في تفاوت ما بينهم يبقى كده عنده اوفر فيتنج. يعني ازاي؟ يعني مثلا لقيت ان التريننج اكيرسي مثلا تلاقي فيه مثلا 99 مثلا في المية مثلا، او 98% او 95%، مش هنعتمد على الرقم. تمام. ولقيت مثلا التيست مثلا تلاقي مثلا 70%، فده كده كده اوفر فيتنج. ليه؟ لان انت هنا الموديل ما عملش بريدكشن بشكل صح، او عمل تريننج بشكل صح، ان هو حفظ الداتا، حفظ مش على الداتا وحفظها اللي موجودة معاه، لكن اللي هي بتاعت الترين. لكن لما اديت له داتا جديدة في مرحلة التست هو ما شافهاش قبل كده، كنت مخبي له فيها الليبل، ما عرفش يبريدكت، فده هو هنا وقع، فهو كده عم حصل له اوفر فيتنج. بيقول لك ان احنا هنا بس نحسب الاكيرسي في مرحلة الترين عشان نقارنها بالايه بالاكيرسي اللي في مرحلة التست. تمام. تمام زي الفل قوي كده. ماشي ماشي. طيب ماشي. طب الفاليديشن هي ايه؟ الفاليديشن بيقول لك هي جزء من مرحلة التريننج. طب بستخدمها في ايه؟ لو تفتكروا في مرحلة في المودلز اللي كنا بنطبقها مثلا زي السين ان، كنا بنبتدي نتحكم مثلا في قد ايه هنا البادنج، السترايد، عدد النيورونز، الكلام ده كله اللي احنا كنا بنتحكم فيه. الاكتيفيشن فانكشن، مش كان فيه هايبر بارامترز؟ هايبر بارامترز اللي هي البارامترز اللي انا ببصيها للموديل، بضطر ابصيها للموديل، عدد الايبوكس، الكلام ده كله. فالهايبر بارامترز دي كلها انا ببصها للموديل، فانا عايز اشوف هي بتاثر تاثير ايجابي ولا لا. فانا اعمل ايه؟ انا لو استنيت الموديل يخلص ترين ويخلص تيست، انا كده بعطل نفسي، بعطل نفسي ان انا خلصت ترين وخلصت تيست. بيقول لك ان انت لو عايز بيرفورمانس احسن، وعايز تجيب احسن اوبتيمال فاليوز للهايبر بارامتر ويتحقق يعني اعلى اكيرسي مثلا واقل ايرور، بيقول لك خد جزء من الترين. يعني خد جزء من التريننج مثلا، لو هي مثلا 1000 مثلا صورة، خد مثلا منهم 800 خليهم ترين زي ما هما، وخلي 200 دول تعمل بيهم فاليديشن.
تعمل بيهم ايه؟ فاليديشن. يعني الفاليديشن بيبقى في مرحلة الترين، انت هنا بتستخدم الفاليديشن سيت ان انت تظبط الهايبر بارامترز. ليه؟ عشان تطلع المودلز باحسن شكل، عشان تطلع الموديل باحسن هايبر بارامترز، عشان تعلي الاكيرسي بتاعتك. بس وين ده؟ في مرحلة الترين. ليه؟ لان انت لما توصل لمرحلة التست انت كده خلاص، انت وصلت لمرحلة تيستنج، فانت خلاص بتقارن ال اسمه ده الفيتشرز بتاعتك، تديها الفيتشرز بتاعتك الموديل تمام، وبتخليه هو يبريدكت الواي تمام، وانت بتقوم مخبي له الواي الاصليه تمام، فتشوف الواي بريدكت اللي هو هيخمنها تمام بالواي الحقيقيه، وتبتدي تحسب الايرور بتاعك تمام. شوف مثلا ايه الماتريكس اللي احنا هناخدها، الاكيرسي مثلا قليله، الكلام ده كله ايه نفس الكلام. وببتدي برضه بقارن التست اكيرسي بالتريننج اكيرسي عشان اشوف لو في اوفر فيتنج، اللي انا لسه ايه من دقيقه ايه هنا تمام ماشي. يعني الفاليديشن بس انا في ايه الحته الجديده، الفاليديشن دي في مرحله التريننج، ببتدي اخد جزء من الترين سيت تمام، وابتدي ايه اعمل عليها ايه، اعمل عليها تجارب. تجارب يعني ان انا ابتدي اجرب بيها، ببتدي اشيلها على جنب بحيث ان انا ابتدي اغير في الهايبر بارامترز بتوعي، اللي هو زي قلنا زي اعمل قد ايه بيدنج، اعمل مش عارف قد ايه سترايد، عدد النيورونز، الكلام ده كله، عدد الايبوكس، الليرنينج ريت، الكلام ده كله، البارامترز اللي انا بسيطه عايز اتستها. بس وانا لسه في مرحله الترين، ما وصلش للتست، انا وصلت التست انا كده خلصت، انا عايز لسه وانا في مرحله التنين ابتدي اجرب في مرحله التجارب دي، وانا بجرب في اسمها ايه، وانا بعمل فاليديشن ايه على الموديل بتاعي في مرحله التنين تمام، ودي التستنج بتاعتي تمام ماشي. يقول لي ليه بنحتاج الفاليديشن والتست، او يعني ايه ليه مثلا بحتاج اصلا الفاليديشن، يعني احنا كده كده متعودين على التنين والتست. فبيقول لك ان الفاليديشن مهمتها الأساسية إن أنا ببتدي أشوف ال hyper parameters، أبتدي أجربها، أبتدي أجربها عشان أحسن الموديل بتاعي تمام. لكن لو أنا استنيت لمرحلة ال testing أنا كده خلاص مش هعرف أعمل أي tuning، أو إن أنا أبتدي أحسن في ال parameters بتاعتي عشان إيه، عشان أقلل ال error بتاعي تمام. فأنا هنا ال validation ده أهميته كده، إن أنا عايز أشوف ال hyper parameters إيه أحسن قيم ليها مرحلة الترين، ولا لسه في الترين، أصل أنا وصلت لمرحلة تيست أنا كده خلصت، يعني الموديل بتاعي خلص ترين، فهل هو خلص ترين أصلا؟ لأ، يعني مثلا جيت مثلا جربت قلت مثلا حط الليرنينج جيت مثلا بـ1 من 10 تمام؟ وقلت أنا كده خلصت ترين ورحت للتيست، لقيت في التيست الأرقام وحشة جدا، فأنا كده هضطر أعيد التريننج تاني، وهيبقى الموديل خلاص شاف مثلا إيه التيستنج داتا بتاعته، فده غلط. إن أنا ببتدي أخلص ترين، لو خلصت ترين تعرف أنت خلصت كل حاجة. انا خلاص تقريبا خلصت كل حاجة تمام. بس فانت لازم مرحلة التنين يبتدي تكرر الموديل بالفاليديشن داتا بتاعتك، وتبتدي ايه تكمبير وتحسن الايه الهايبر بارامترز بتاعتك عشان تجيب ايه احسن اكيرسي تمام. طيب عندنا ميسونز اللي احنا بنقسم بيها الداتا بتاعتنا للترين وتست وفاليديشن تمام. اول حاجة بس في مرحلة التنين وتست، انا قسمت التنين وتست، فانا عندي حاجة اسمها الكي فولد وحاجة اسمها هولد اوت كلوز فاليديشن. ايه اول حاجه اللي هي الكي فولد، هو عموما بيتكلم عنها بس انا ازاي ترين وتست. اول حاجه الكي فولد جاي من اسمها ان هو بيبقى في عندي كي ده اللي هو عدد البارتيشنز. يعني ايه عدد البارتيشنز؟ تعال ناخدها بمثال، في مثال هنرجع لكله تمام. لو انا عندي الداتا عندي الكي مثلا بتاعتها بخمسة، الكي بتاعتها ايه بخمسة تمام، الكي بخمسة يعني انا قسمت الداتا ايه خمسة فولدز تمام. خمس فولتس يعني خمس ايه خمسة بارتيشنز تمام. فابتدي اعمل مثلا خمس اتريشنز بعدد الكي. اول اتريشن ببتدي اعمل ايه، ببتدي اخد اربعة فولتس وابتدي اعمل بيهم ترين تمام، ابتدي اعمل بيهم ايه ترين، والاخير بعمل بيه تيست تمام، وهو طلع مثلا اكيورسي تمام. وفي الاتريشن التانية باخد اربعة ترين مختلفين تمام، واخد واحد تيست مختلف، وابتدي اطلع اكيورسي، طلع ايه اكيورسي بتاعت ده. في الاتريشن التالت اخد واحد تيست مختلف وترين مختلفين، يعني انا كل مره بترين بكل الاجزاء الا جزء واحد، الا جزء واحد، الا جزء ايه واحد تمام، وابتدي اطلع اكيرس. نفس الكلام في الايه في الرابع، ببتدي اترين بكل الاجزاء واسيب جزء واحد، ده اللي بعمل ايه بي تيست واطلع اكيرس. نفس الكلام في الخامسه، ابتدي اترين بكل الاجزاء واسيب جزء ايه واحد اسيبه واطلع اكيرس تمام. طب انا بعمل ايه؟ ببتدي قسمت الداتا بتاعتي بحيث ان انا نوعتها اكتر
ودي ساعات بتطلع أرقام أحسن يعني من التقسيمة العادية اللي هي بتاعت اللي هي 70% و30% أو 80% و20%. تمام. طب أنا عايز أطلع accuracy، هجيبها إزاي؟ total accuracy يعني أنت بكل iteration بتطلع لك accuracy مختلفة، فبيقول لك أنت هتطلعها إزاي؟ هل هات ال average بتاعت ال accuracy إيه بتاعت ده كله يعني. تمام. تعالى بقى نرجع واحدة واحدة ناخدها. equals validation يعني اللي هو ال k ده اللي هو عدد على ال folds أو عدد ال partitions اللي بتقسم بيها ال data. يعني بيقول لك لو انت عندك الكي بتاعتك ب 10 فانت عندك ايه كده 10 فولدز. تمام. فانت كده كل iteration هتترين ب 9 تسع اجزاء وتست بالعاشر. كل iteration هتست ب 9 هترين ب 9 اجزاء وتست بالعاشر. كل مره هترين ب 9 مختلفين وتست بالعاشر وهكذا. تمام. والافريج accuracy بتاعتك هي الافريج بتاعت ايه ال 10 iterations. هتمشي 10 iterations برضه عشان عايز تجرب كل حاجه. تمام. هنا برضه مثال تاني بيقول لك ان انت هتاخد كي ماينس 1 للتريننج، يعني معناها ان انت هتاخد كله تعمل بي ترين ما عدا واحد، ده اللي هتعمل ايه بي تيستنج. تمام. ولكن انت بتبتدي تعيدها كي اتريشنز. كي اتريشنز يعني تمشي ايه بعددهم، يعني مثلا المره في المثال اللي انا وريتكم ده كنا بنمشي 5 اتريشنز عشان الكي بتاعته 5. طب لو الكي بتاعته 10 همشي 5 اتريشنز همشي 10 اتريشنز. تمام. لو ايه لو الكي بتاعته 10. تمام ماشي. اول حاجه بيقول لي ان انت في الكي فولز تبتدي تشفل الداتا بتاعتك. لو في شفل اللي هو يعمل ايه عملها راندمايزيشن اللي هو ابتدي ابدلها وغيرها بطريقه راندم، بحيث لو مثلا في مشكله في جزء مثلا معايا في الداتا او في داتا بتتكرر او مثلا داتا فيها مشكله، الداتا يعني مش متنوعه على مدار الداتا كلها، يعني مثلا الداتا مثلا فيها 10,000 صوره، اول مثلا 5,000 مثلا تبع كلاس معين، تاني مش عارف 5,000 مثلا تبع كلاس معين وهكذا في الداتا. لو هي مثلا داتا اكبر من كده كمان فانت هتلاقي ان الداتا مش متنوعه، فانت لازم تعمل لها شفل بحيث ان انت لما تيجي تقسمهم يبقى كل واحد واخد جزء، واخد الجزء بتاعه وواخد تنوع في الداتا اكتر. التنوع في الداتا اكتر ده هي ايه هيحسن الاكيرسي عندك. تمام. بحيث ان انت ما تاخدش الفولدز بتاعتك تبع ايه تبع كلاس واحد يعني، او في مشكله في الداتا يعني. تمام ماشي. وقتها ايه بيقول لك هتقسمه عدد ايه بارتيشنز. تمام. بيقول لك هتسليكت واحد للتيست والكي ماينس 1 بقيهم كلهم هيبقى كلهم ترين الا الواحد اللي انت اخترته ده تعمل تيست، وهتبتدي تترين وتحسب اكيرسي. تمام. بيقول لك هتريبيت الحوار ده عدد كي تايم عدد اتريشنز. تمام. وبعد كده الاكيرسي بتاعتك هتبقى ايه هتبقى الافريج ايه لكل الاكيرسي ريزلتس اللي انت طلعتها يعني. يعني كل مره طلعنا اكيرسي عايز تجيب الريزلت بتاعتك تجيب ايه الافريج بتاعه. تمام. هنا برضه نفس الكلام مفيش اي حاجه جديده. بيقول لك لو عايز تجيب الاكيرسي برضه ايه هتجيب الافريج بتاعه ما تسمع الكي اللي هو عدد الفولز. تمام ماشي. ده اللي هو الكروس فاليديشن. تمام. اخر حاجه تاني نوع اللي هو الهولد اوت كروس فاليديشن. هولد اوت ده اللي هو اللي احنا عارفينه اللي هو مثلا بيبتدي يقسم الداتا بتاعت 70% ترين و30% تيست، الباقي مثلا ايه تيست او 80% ترين و20% تيست اللي هو ترين تيست سبليت. لو حتى جربها بويست فتصل ايه ترين تيست سبليت. تمام. بتبتدي برضه اقسمه بشكل ايه ران. ماشي. طيب بيقولك طب انت لو كده لو تقسمها ترين وتست، لو عايز تقسمها ترين وتست فاليديشن قالك هتقدر عادي تقسمها ترين وتست فاليديشن. طب ازاي؟ بيقولك انت عادي ممكن تاخد جزء من الترين تاخده ليه للفاليديشن مفيش مشكلة. طب ممكن النسبة مثلا تكون عاملة ازاي؟ قالك ممكن النسبة بدل ما كانت 70-30 70 ترين و30 تيستنج أو 80 ترين و20 تيستنج، بيقولك لأ ممكن تكون بشكل أحسن. ازاي؟ قال لك ممكن تكون 60% تريننج 20% فاليديشن 20% تيستنج، أو 50% تريننج 25% فاليديشن 25% تيستنج. تمام. بحيث إن برضه التريننج هي أكبر جزء عشان يتعلم بشكل أحسن، وبرضه حطيت داتا مش قليلة للفاليديشن عشان يبتدي يعمل تحسين للبارامترز للتيوننج بتاعتي اللي هي أعمل تيوننج للهايبر بارامترز بتاعتي بحيث إن أنا إيه أحسن الاكيرسي بتاعتي او ايه الموديل يعني يتعلم بشكل احسن وبشكل اسرع كمان. تمام. فهي بتخلي الايه الموديل بتاعي مور افيشنت يعني. ماشي. وبرضه بيقول لي التستنج داتا لازم برضه تكون واخده كل الداتا بشكل ايه بشكل صحيح، يعني ما ينفعش مثلا اخد اخر حبه دول مثلا يكون هما التستنج وكل اللي فوق مثلا ترين. تمام. فانا مثلا مقسم مثلا 1000 رو واخد مثلا اول مثلا 800 تري مثلا واخر 200 مثلا تيستنج، لا بيقول لك لا انت اول حاجه لازم تعملها ايه شفل الاول. ليه شفل؟ عشان تتاكد ان هما متوزعين بشكل صح عشان لو في مشكله في الداتا. فالشفل او ان انا اوزع بشكل راندوم ده ايه حاجه مهمه جدا يعني. تمام.
ماشي كده خلصنا ايه الكيفولد وخلصنا ايه الهولد اوت كروس فاليديشن. هنبتدي بقى ناخد الكروس الكونفيجن ماتريكس. الكونفيجن ماتريكس مهمة عشان جاي عليها مسألة في الامتحان، فهنحاول يعني نضمنها بإيه بأكبر قدر. ماشي، الكونفيجن ماتريكس هي فادتها ايه؟ الكونفيجن ماتريكس هي حاجة فيجوال، حاجة بتسمرايز، حاجة بتوريني البرفورمانس بتاع الكلاسيفيكيشن الجوريزم بتاعي ده باختصار. يعني هي بتسمرايز، بتجيب الحاجات ملخص الترينج كله، حاجة فيجوالايز بشوفها قدام عيني، فبتبقى ايه أسهل إن أنا أفهمها، وبستخدم في الكلاسيفيكيشن أشوف البرفورمانس ايه أحسن حاجة. برفورمانس يعني أحسن حاجة ولا لأ يعني. تمام، بيقول إن هو بيبقى برضه بشكل جدول، بيبتدي يجيب الحاجات اللي عملت لها كلاسيفيكيشن بشكل كوركت، وحاجات ايه عملت لها كلاسيفيكيشن ايه شكلين كوركت. تمام، طب بيقول لي المتريكس اللي ممكن استخدمها ان انا بقيس البرفورمانس ده، بيقول لك الاكيرسي اللي احنا عارفينها، البريسيشن، الريكول، الاف 1 سكور، وهناخد كل واحده بالتفصيل عباره عن ايه. تمام، طيب اول حاجه ليه انا بعمل بحسب الكونفيجن ماتريكس قبل ما اخش في المسائل بتاعتها؟ مش بكتفي بالاكيرسي بس، ما انت عمال تحسب اكيرسي فوق وهتكتفي بالاكيرسي بس، ليه تحسب بريسيشن وريكول واف 1 سكور وتحطهم في الكونفيجن ماتريكس ما تحسبش الاكيرسي؟ بيقول لك لا، الاكيرسي بتبقى وحشه جدا او بتكون خادعه، مش وحشه اللي هو وحشه كرقم، لا خادعه في حالات معينه. زي ايه؟ زي مثلا انت عندك الداتا بتاعتك امبالانسد. يعني ايه امبالانسد؟ يعني داتا مش بالانسد، يعني الداتا متحيزه ناحيه كلاس معين. ازاي؟ يعني مثلا انت عندك مثلا صورة قطة وكلاب. تمام، فأنت عندك 850 صورة، 850 صورة قطة و150 صورة كلب. تمام، التوتال 1000. ماشي، فأنت الأغلبية عندك إيه؟ قطة، اللي هو 850 و150 بس صورة كلب. تمام، فالموديل بتاعك ما اتعلمش كويس، فبيبريدكت كل حاجة إيه؟ قطط. ليه؟ لأن هو عنده الأغلبية إيه؟ قطط، صح؟ فهو بيشوف الأغلبية إيه؟ وبريدكت ازاي. فقال لك ان ايه، قال لك ان كله ايه قطط مثلا. تمام، فانت جيت تحسب الاكيرسي، لقيت ان هو مثلا لو حاسب التوكس كلها غلط اللي هم 150، لو حاسبهم كلهم غلط فهو برضو الاكيرسي بتاعته هتبقى كام؟ 85%. ده مثال يعني، فانت هتلاقي الاكيرسي عالية جدا. تمام، ممكن بارقام تانية ماشي، ممكن يكون 90%، 95%، ممكن يكون اي رقم. تمام، بس انت هتلاقي الاكيرسي عالية جدا. تمام، طب هل ده صادق او حاجة حقيقية ممكن اعتمد عليها؟ لا. ليه؟ لأن أنت عندك كان في كلاس حجم الداتا فيه قليلة جدا، فهو ما قدرش يديتكت فيه وما قدرش يعمل ترين عليه، فده فكرة إن هو الداتا عندك مش بالانسد، فأنت هنا الأكيرسي بقت حاجة مضللة أصلا. ماشي، بس فأنا ببتدي أحسب الحاجات التانية عشان تساعدني في إن أنا أحسب يعني الماتريكس بتاعتي وأعمل ايفاليويشن بشكل صحيح. ما ينفعش أعتمد على الإيه؟ على ال accuracy يعني بشكل واحد، يعني دايما بتكون مضلل، ساعات بتكون مضلل. تمام، ماشي. دي انا برضه مش همثل اللي انا قلت اللي هو بتاع، لو انت مثلا قلت 25% او 25% كلهم غلط، فانت برضه ستيل عندك الاكيرسي 65%. ف 65% ده رقم كويس، فهل هو حقيقي؟ لا مش حقيقي، انت بس عشان عملت كله قطط من غير ما تترين اصلا، من غير ما تعرف اي حاجه، ولا عارف اي حاجه. تمام، فهو انت طلعت الاكس 5% بس ده غلط يعني. تمام، ماشي. بس ناخد كونفيجن ماتريكس اللي هي 2 في 2 البسيطة، بعد كده ناخد 3 في 3 اللي هي الايه الاكبر منها شوية. تمام، طيب الكونفيجن ماتريكس اللي هي 2 في 2 بيكون عندنا اربع قيم. تمام، عندنا اربع قيم اللي هما الترو بوزيتيف والترو نيجاتيف والفوز بوزيتيف والفوز ايه نيجاتيف. تمام، ماشي، هاخد كل واحدة بالتفصيل. تمام، بس أنا هنا عايز أنبه على حاجة، بس في الامتحان ممكن الدكتور تجيب البريدكت هنا وتجيب ممكن تحط البريدكت هنا وممكن تحط الأكشوال هنا، ممكن تعكسهم. تمام، فأنت خلي بالك إن هي ممكن تعكسهم عشان تلخبطك، هي مش عشان تلخبطك، هي عشان تتأكد إن أنت فاهم ولا لأ. فأنت حاجة زي كده خلي بالك منها، هي ممكن تعكسهم لك إيه دايما، وده اللي بيحصل على فكرة من أول الدكاترة، إن هو بيعكسهم عشان يتأكد إن أنت فاهم ولا لأ. تمام، يعني هو بيدالك المحاضرة بشكل يجي مثلا في الامتحان تلاقيها بشكل تاني. تمام، فخلي بالك منها، فانت حاول تفهمها، ما تحاولش ايه تحفظها، او عايز تحفظها احفظها بالشكلين بقى براحتك، المهم بس افهمها يعني ايه هتكون احسن. ماشي، احنا برضو ولا برضو طريقة ايه نحاول نثبتها، ما ننساش او نتلخبط فيها. تمام،
ماشي، ناخد كل واحدة بس بتعبر عن ايه. طيب الترو بوزيتيف اللي هي السهلة، لو انت مثلا عندك كلاس بوزيتيف، مثلا لو احنا بنتكلم خد المثال ده اللي هو مثلا كأنك مرض بوزيتيف ولا نيجاتيف، تمام؟ يعني احنا مثلا هي بريدكت مثلا مرض مثلا كورونا مثلا بوزيتيف ولا نيجاتيف، تمام؟ فانت عندك ترو بوزيتيف، تمام؟ الترو بوزيتيف دي انت كموديل تبتدي تشوف بقى الانترسكشن، تبتدي تمشي على الكولوم وتمشي على الروز، فانت بتبتدي تشوف هو ده البريدكتيف، تمام؟ وده اللي ناحيه الاكشوال، تمام؟ فانت تشوف الموديل قال لك ايه، الموديل قال لك بوزيتيف، وانت كقيمه حقيقيه بوزيتيف، فانت كده ايه ترو بوزيتيف. انت ايه، الموديل قال لك بوزيتيف، الموديل قال بوزيتيف، وانت في الحقيقه بوزيتيف، تمام؟ طيب الترو نيجاتيف عشان اسهل سهله برضه، الموديل قال نيجاتيف، ما دام الموديل قال فانت عارف انت بتتكلم في بريدكتد، الموديل قال بريدكتد نيجاتيف، وانت كقيمه اكشوال ايه نيجاتيف، تمام؟ فانت ايه ده الترو نيجاتيف، الاكشوال بل كانت نيجاتيف وانت برضه كموديل قلت ايه نيجاتيف. طيب الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف عشان بيلخبطوا الناس برضه ساعات. الفولس بوزيتيف تعرفها ازاي؟ الفولس بوزيتيف هي من اسمها، انت كموديل، انت خليها خليك انت كموديل، انت كموديل كبريدكت، يعني انت ثبت دماغك انت بتقول كبريدكت، انت عملت بريدكت انها بوزيتيف، بس دي حاجه فولس. انت عملت كموديل عملت بريدكت انها بوزيتيف، بس دي حاجه فولس، حاجه فولس، يعني انت عملت لها بريدكشن بشكل غلط. يعني بيقول لك اهو لما الموديل هيقول انها بوزيتيف، يعني هي اسمها فولس بوزيتيف، الموديل قال انها بوزيتيف يعني بريدكشن كان بوزيتيف، بس هل ده صح؟ لا ده فولس، ده فولس، يبقى اللي كان الاكشوال كانت ايه نيجاتيف. تاني هو انت هنا فولس بوزيتيف، ما دام فولس بوزيتيف يبقى تشوف الموديل قال ايه، الموديل كده قال بوزيتيف، الموديل قال بوزيتيف، الموديل عامل بريدكت ان هو بوزيتيف. طب هل دي حاجة صح؟ لا، تشوف أول كلمة، لا فولس، يبقى هو ما كانش صح، هو كان إيه؟ كأكشوال كان نيجاتيف، تمام؟ ماشي. طيب الفولس نيجاتيف، الفولس نيجاتيف، أنت كموديل قلت كده إيه؟ أنت كموديل قلت نيجاتيف، عملت بريدكت إنها نيجاتيف. طب هل ده صح ولا غلط؟ لا غلط، ده فولس، يبقى هو كان في الأصل كان إيه؟ كان بوزيتيف، يبقى هو كان في الأصل كان بوزيتيف، وأنت كفولس نيجاتيف يبقى هو نيجاتيف، يبقى أنت إيه؟ كموديل قلت نيجاتيف، عملت بريدكت إن هو نيجاتيف، نيجاتيف، فأنت كده إيه؟ عملت بريدكت يعني نيجاتيف، يعني هو ده كان فولس، يعني كان في إيه؟ في الأصل بوزيتيف. وبيسموا برضه الفولس بوزيتيف حاجات ال MCQ كده عند تايب 1 ايرور، والفولس نيجاتيف بيسموه تايب 2 ايرور، يعني بيسموه تايب 2 ايرور عشان هو أخطر منه. أخطر منه ليه؟ لما أنت تقول على حد أنت مثلا مش نيجاتيف، لما تقول مثلا لحد تعمل مثلا تقول له انت مثلا انت مش عيان وهو في الفعل عيان، يعني مثلا مثلا حد جالك مثلا كورونا مثلا، انت قلت له مثلا ان هو انت مش عيان وروح البيت ويمشي، وهو طلع في الاصل عيان، تمام؟ فدي بتكون اخطر، اخطر من ان انت مثلا تقول له انت عيان وهو اصلا ما يطلع ايه، ياخد احتياطاته ويطلع في الاخر مش عيان، فدي بيقول لك ان انت هنا اخطر يعني، تمام؟ ما علينا، المهم الفولس نيجاتيف تكون تايب تو ايرور، يعني هي تكون اخطر من ايه، من الفولس بوزيتيف، تمام؟ وانا الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف تعرف ازاي، انت كموديل بتشوف انت هنا ايه بتقول ايه، تمام؟ انت هنا فولس بوزيتيف، يبقى الموديل كده قال لي عامل بريدكشن انها بوزيتيف، بس هي كلمه غلط ان هي فولس. انت كنيجاتيف ثبتها بقى، انت كموديل قلت نيجاتيف، عملت بريدكت انها نيجاتيف، بس ده ايه، ده غلط فولس، تمام؟ انت كموديل قلت نيجاتيف، بس ده ايه، كلمه فولس، هي كانت ايه بوزيتيف، تمام؟ ماشي، ناخدها مثال، مثال سريع جدا، حاجات بسيطة يعني. لو عندك الأكشوال عندك هنا 20 صورة قطة وكلب، تمام؟ ماشي، بتبتدي تشوف البريدكتد والأكشوال، تمام؟ فعندك هنا الترو بوزيتيف 6 والترو نيجاتيف 11، والأكشوال هنا عندك هنا عمل بريدكت، هنا حط البريدكتد هنا وحط الأكشوال هنا، زي الصورة اللي فوق، زي الصورة اللي فوق، ما غيرتهاش، ماشي؟ وهنا عندنا فولس نيجاتيف هنا، وعندنا الايه الفولس بوزيتيف هنا، ماشي؟ انت عايز تشوفها واحدة واحدة، افهمها واحدة واحدة. فانت هنا كموديل قلت بريدكت، انت عايز تعرف مثلا ده هنا ايه مثلا، ماشي؟ انت تشوف انت كموديل قلت هنا ايه، قلت بوزيتيف، طب هل ده صح ولا غلط؟ لا ده غلط، فده يبقى ايه فولس بوزيتيف. نفس الكلام هنا، انت كموديل قلت ايه
انت بتمشي هنا مع البريدكت، انت هنا كموديل قلت نيجاتيف، طب ده صح ولا غلط؟ لا غلط، فانت بتبتدي تبريدكت ان هو ايه فولس نيجاتيف. ماشي ماشي. هو بقى بيديكت بالمثال، عمال يقول لك بقى صور اللقطة بتتكلم، يشوف اللي صح اللي هو اللي عملهم ترو مثلا، ان هما كات يعني، هو افترض ان الكات ده البوزيتيف والدوج ده النيجاتيف، يعني الكات هو البوزيتيف سوري الكات هو البوزيتيف والدوج هو النيجاتيف، وابتدى برضه يعمل ايه كلاسيفيكيشن عادي، يبتدي يعمل ايه الميتريكس بتاعته، فقال لك ان هو الكات اللي كان كات وعملهم بريدكت كات لما انت بوزيتيف كانوا 6، طب واللي كانوا دوج وعملهم بريدكت ان هما دوج في دول 11 دول هما ايه ترو نيجاتيف. طيب والتايب 1 ايرور اللي هو فولس بوزيتيف اللي هو عملهم بريدكت ان هو بوزيتيف، اهو عملهم بريدكت ان هما كات بس هما في الاصل كانوا ايه دوج في الاكشن، فدول كانوا 2. نفس الكلام في الفولس نيجاتيف ده اللي هو التايب 2 ايرور، خلي بالك من تايب 2 ايرور وتايب 1 ايرور. ماشي. الموديل قال بريدكت ان هو نيجاتيف، النيجاتيف اللي هو عندنا مين هو دوج بس هو كان في الاصل كان كات، ده كان 1 تمام، وتيجي جمعهم. ماشي ماشي. طب ايه الحاجات اللي ممكن احسبها على الترو بوزيتيف والترو نيجاتيف والفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف؟ لك 4 حاجات: الاكيرسي، البريسيشن، الريكول، الاف 1 سكور. اول حاجه الاكيرسي، بتبتدي تشوف الحاجات اللي عملها كوريكت بريدكشن على ايه، على التوتال نمبر اوف بريدكشن، يعني تبتدي تحسب الحاجات اللي على الدياجونال في هنا عايز مسألة اهي، تبتدي تحسب الحاجات اللي على الدياجونال اللي هي عملها بريدكشن بشكل صح سواء ترو بوزيتيف او ترو نيجاتيف على التوتال كلها على كل اللي في الماتريكس تمام، ف6 بلس 11 على ايه على كل اللي في الماتريكس، هو 6 بلس 11 بلس 2 بلس 1 كده اللي هو ايه 85%، فده ايه الاكيرسي، تحسب الترو بوزيتيف او بلس ترو نيجاتيف اللي هو الدياجونال بتاعك على ايه على التوتال. ماشي ده الاكيرسي. ماشي بيقول لك برضه الاكيرسي مش شرط تكون هاي، مش شرط انها تكون هاي انها تكون حلوه تمام، بيقول لك ان هي مع الامبالانس داتا بتسبب مشاكل، اللي هو مثلا انا قلته تمام بتاع 85% ده تمام، بيقول لك ان الاكيرسي بتكون احسن اختيار لو الداتا بتاعتك بالانس، لو مثلا عندك 500 صوره قطه 500 صوره كلب فالاتنين قد بعض، فالاكيرسي بتكون ايه كميجر احسن، لكن لو في كلاس عدد قليل فده تخلي الاكيرسي ايه مش احسن حاجه. ماشي. طيب تاني حاجة البريسيشن، البريسيشن دي بتشوف ايه، بتشوف انت كموديل عملت قد ايه بوزيتيف ترو بوزيتيف بريدكشن صح ترو بوزيتيف من التوتال اللي انت قلت عليه بوزيتيف، من التوتال اللي انت قلت عليه بوزيتيف اللي هو كان ايه كان ترو بوزيتيف وانت قلت على بوزيتيف تاني على ايه على الفولس بوزيتيف تمام، ده القانون بتاعها اللي هو ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف بلس الفولس بوزيتيف يطلع لنا الرقم اللي ايه اللي يطلع، مش مشكلة اللي هو 6 على ايه 6 بلس 2 اللي هو ايه 6 على 8. ماشي اللي هي 3 على 4 500%. ماشي. طيب ماشي. هنا برضه بيقول لك ان هو يبتدي يشوف الحاجات اللي عملها كلاسيفيكيشن صح كوريكت انها بوزيتيف على التوتال نمبر اوف حاجات اللي هو عمل لها ايه بوزيتيف، عمل لها بريدكت انها بوزيتيف سواء كانت ترو فعلا او هي نيجاتيف او فولس فعلا او فولس. ماشي. بس هو بيبتدي يشوف بيبتدي يمشي ايه يمشي يشوف البريدكت هنا ولا هنا، حط البريدكت ده هنا يبتدي يمشي معاه الحاجات اللي عملها بوزيتيف ده وده، يبتدي يجمعهم يقسموا عليه على التوتال تمام، الثلاثة هي فعلا 75%. طيب بيقول لك البريسيشن ممكن تستخدمها في لو انت عايز تبتدي تشوف فولس بوزيتيف عالي ولا لا، ان لو فولس بوزيتيف عالي هيكبر هنا، فهيكبر هنا ده معناه ان ايه ان التوتال ده هي ايه هيقل، يعني لو فولس بوزيتيف زيادة الرقم ده كقيمة كله هيقل، يعني مثلا التوتال مثلا لو هو مثلا 6 على 6 بلس 6 مثلا، يعني فولس بوزيتيف كان 6 مثلا نفترض تمام، فتلاقي 6 على 6 بلس 6 تطلع لك 50%، 50% ده مثلا رقم قليل، فهنا بيقول لك لو عايز تشيك الفولس بوزيتيف قليل ولا عالي فانت لازم تحسب ايه البريسيشن تمام. ماشي. بيقول لك برضه ممكن من احد الابلكيشن اللي هو سبام ديتكشن تشوف اذا انت سبام ولا لا وهكذا يعني. برضه في الريكومنديشن برضه بيقول لك الريكومنديشن تشوف مثلا لو انت عملت ريكومند لحد غلط فده ممكن يخليه مثلا ايه في الابلكيشن
لو احنا مثلا سيستم مثلا ميوزك او سيستم فيديوز وكده، ممكن يقفل الابلكيشن عليه ايه ويسبب لك ضرر في البيزنس يعني. فانت عايز تشيك الفولس بوزيتيف، الحاجات اللي بتعمل بيها ريكومنديشن دي، تشوفها بتأثر تأثير إيجابي ولا الناس اللي بتحبها تستخدم ايه البلاي ستيشن. تمام، طيب تمام، لسه الوقت معانا. طيب الريكول، الريكول هي العكس. تمام، غير ال غير ال غير البلاي ستيشن خالص، هي تشوف على ناحية الأكشوال، تشوف ناحية الأكشوال، تشوف ركز مع البوزيتيف ناحية الأكشوال. انت الاكشن محطوط فين؟ اكشن محطوط هنا هتمشي معايا، محطوط هنا هتمشي معايا، الاكشن محطوط هنا، الاكشن محطوط هنا يبقى العرض، فبتدي تمشي معايا، تشوف الحاجات اللي عملها بوزيتيف على اساس الحاجات اللي هي كانت كاكشوال بوزيتيف، كانت كقيم حقيقيه بوزيتيف، كانت كقيم حقيقيه بوزيتيف، ده الريكول. تمام، فهو عال قال ترو بوزيتيف، قال ست قيم صح من اصل كان قد ايه اكشوال، تشوف الاكشوال فين، فوق ولا تحت، فوق ولا على الشمال، على الشمال، فتبتدي تمشي معاه بوزيتيف على الايه، على الفولس نيجاتيف. تمام، على سوري، على ترو بوزيتيف بلس الفولس نيجاتيف اللي هو القانون يعني، تبتدي تعوض فيه، فتبتدي تشوف الاكشوال فين، تبتدي تمشي معاه. تمام، وتحسبها. تمام، ده الريكول. تمام، طيب البلايستيشن بيركز مع ايه؟ البلايستيشن بيركز مع البريدكت، بيشوف الحاجات اللي انت عملت لها بريدكتد كبوزيتيف منهم قد ايه صح. طب الريكول بيشوف الحاجات اللي هي كقيم حقيقية كاكشوال بوزيتيف كلها، وانت عملت منهم قد ايه صح. ده باختصار يعني. تمام، بيقولك برضو كل ما القيمة وصلت للواحد أو قربت من واحد فكده بقت أحسن، وكل ما تقل بيبقى أوحش طبعا يعني. ماشي، بيقولك برضو إن هي الديفينيشن بتاعها، لو بيقولك أنت دي عملت لهم كلاسيفيكيشن بوزيتيف صح من هما كانوا أكشوالي بوزيتيف. تمام، اللي هو ده قلت لك تشوف الأكشوال قد إيه، وأنت قلت منه أكشوال قد إيه بوزيتيف، وأنت قلت قد منهم إيه صح يعني بوزيتيف. تمام، ماشي يعني. برضه في كلام نفس الكلام بيقول لك لو انت عندك مشكله في الفولس نيجاتيف اللي هو ده عالي، عايز تعرف هو عالي ولا لا، يعني مثلا عندك 6 بلس 6 على 6 بلس 1 فتلاقي لك 85%، لو دي عالية مثلا 5 او مثلا 6 برضه زي المثال اللي فات، 6 على 6 بلس 6 فتلاقي لك برضه 50%. فلو الفولس نيجاتيف زاد فده برضه هيقلل الرقم بتاعي، فقلل الرقم بتاعي ده كده معناه ان الميتريكس بتاعت باظت، والموديل اللي ايه بتاعي بيقول حاجات غلط. فانا لو عايز اقيس الموديل بتاعي اتشيك حته الفولس نيجاتيف ولا لا، فابتدي استخدم برضه ايه الريكول. ماشي، بيقول لك برضه ان ده مهم جدا في حته الامراض، لان ما ينفعش مثلا اقول لحد انت ما عندكش المرض وهو عنده المرض، دي بتكون حاجه كريتيكال جدا. ما ينفعش مثلا حد يكون جاي في كورونا مثلا او فيروس مهم، وابتدي انا اقول له مثلا انت ما عندكش المرض، تمام، ويطلع هو فعلا عنده المرض، فدي حاجه كريتيكال جدا. فلازم ابتدي لو مثلا حاجه فيها ميديكال فلازم تشيك الفولس نيجاتيف اللي هي الريكول يعني، ماشي، سواء كان بقى كانسر او سواء فيروس او اي حاجه يعني. ماشي، طيب احنا حسبنا البريسيشن، حسبنا الريكول، في حاجة تالتة اللي هي الاف ون سكور. الاف ون سكور ده هو بيجيب مين، المين بتاع البريسيشن والريكول، وبتيجي يحسب حسبة كده عشان يبقى يعمل بالانس ما بين البريسيشن والريكول، يبتدي يحسب حسبة كده عشان يبتدي يشوف الاتنين ايه علاقتهم مع بعض. يعني انا حسبت البريسيشن لوحدها عشان تشيك الفولس بوزيتيف، حسبت الريكول لوحدها عشان تشيك الفولس نيجاتيف، مفيش حاجة تشيك الاتنين مع بعض. قال لك اه الاف ون سكور، ال F1 سكور معادلته عاملة ازاي؟ يقول لك برضه لو مثلا ال precision قليل وال recall قليل، طبعا ال F1 سكور هيبقى قليل طبعا يعني. طب ال equation بتاعتها عاملة ازاي؟ طبعا ال equations دي برضه حفظوا تحفظوها. ال F1 سكور ببتدي اضرب 2 في ال recall في ال precision على ال recall plus ال precision. تمام، ماشي، كل ما اقرب برضه للواحد فهو برضه كان ايه؟ كان احسن. ماشي، طيب لكن انت تستخدم كل واحدة. الاكيرسي بتستخدمها انت، الاكيرسي بتستخدمها لما الموديل الداتا بتاعتك كام حاجة تكون بالانس، الحاجات تبقى ام سي كيو، بتستخدمها لما الداتا بتاعتك تكون بالانس، بتبتدي تستخدم ايه الاكيرسي. ماشي، وعايز تشيك الترو بوزيتيف والترو نيجاتيف. طب لو جه في الامتحان قال لك انا عايز اتشيك على الفولس بوزيتيف مثلا،
استخدم ايه، فتقول البلاي ستيشن، او مثلا يقول لك البلاي ستيشن بتشيك على ايه، فتقول فولس بوزيتيف، وهكذا في الام سي كيو. نفس الكلام في الفولس نيجاتيف، ده عشان ايه؟ ده عشان الريكول. طب حاجات تبالانس ما بين الريكول والبلاي ستيشن، فتعرف ان هي ايه، الاف 1 سكور. ماشي، بيقول لك برضه عشان لو عندك ايه، امبالانس الداتا، انت عايز ما عندكش امبالانس، لان هي لو بالانس انت خلاص تحسب اكيرسي وخلاص، مش تحسب ايه الكلام ده. لكن هي لو مش بالانس، فانت عايز تبتدي تشيك على الفولس نيجاتيف، الفولس بوزيتيف، والحاجات زي كده، فانت تبتدي تحسب ايه، الاف 1 سكور بتاعتك، وايه الماتريكس. تمام، احنا خلصنا كونفرجن ماتريكس. بس في، لو هي خلصنا، لو هي ايه، باينري كلاسيفيكيشن، بنقول فولس، بنقول بوزيتيف ونيجاتيف، بنقول يس ونو، الكلام ده كله. طيب لو هي ده الكلام ده، لو هي باينري. طيب لو هي مالتي كلاس، مالتي كلاس برضه نركز فيها، عشان هي يعتبر اصعب شويه، هي مش صعبه، بسيطه، بس ايه، نركز فيها. تمام، عشان نثبت الخطوات برضه، ايه، نبقى عارفين هتتحل ازاي. تمام، بيقول لك لو انت عندك 3 كلاسز، ماشي، ابل وورنج ومانجو. اوكي ماشي، هنا بص بقى هعمل لك ايه، هحط لك الاكشوال هنا، وهحط لك البريدكشن هنا. تمام، ما يلخبطش، سيبك منه. هحط لك الاكشوال هنا، البريدكشن هنا، ماشي. هحط لك الاكشوال هنا، البريدكشن هنا، ماشي ماشي، انت فاهم يعني. ماشي، طيب انت المالتي كلاس هتعملها ازاي؟ عليك المالتي كلاس، انت لازم تحسبها من وجهة نظر، من وجهة نظر كلاس معين، يعني من وجهة نظر كلاس معين. ان انت ما عندكش غير ترو بوزيتيف، ترو نيجاتيف، فولس بوزيتيف، فولس نيجاتيف. تمام، ما عندكش الاربع حاجات دول، فانت هتيجي تشتغل ازاي؟ لو ما عندكش الاربع حاجات دول، فانت هتيجي تشتغل ازاي؟ قال لك هتعتبر مثلا اول مره ان الابل هو البوزيتيف بتاعك، والباقيين هما ايه، النيجاتيف. تمام، وتيجي تشتغل على هذا الاساس. ماشي، ده اول ايه، اول ستيب. فانت اعتبرت ان الابل هو البوزيتيف، والباقيين هما ايه، النيجاتيف بتوعك، الاورنج والمانجو هما النيجاتيف. تمام، اورنج هو المانجو هو الايه، النيجاتيف. تمام، فانت عايز تحسب اول حاجه الترو بوزيتيف والترو نيجاتيف، والفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف، عشان تحسب الايه، الحاجات بتاعتك اللي هي كانت الايه، كانت الريكول والبريسيشن والفون سكور والكلام ده كله. هتحسبها ازاي؟ قلت افترضت ان الابل هو البوزيتيف والباقيين هما النيجاتيف، انت ما عندكش ايه، حاجه تانية. فانت يعتبر دمجت ال اورنج ومانجو، دمجتهم مع بعض، كانوا ايه، كانوا نيجاتيف، كانوا ايه، كلاس واحد. فانت تخيل معايا ان هما ايه، كلاس واحد. تمام، انت لو انت عايز ترو بوزيتيف، ترو بوزيتيف الحاجات اللي انت كاكشوال كانت بوزيتيف، وانت عملت لها بريدكت ان هي كانت ايه، بوزيتيف يعني، فدي بسبعه، مفيش فيها مشكله. طيب الترو نيجاتيف، الترو نيجاتيف الحاجات اللي انت ما عملتلهاش بريدكشن انها قبل، وهي فعلا مش قبل، يعني انت بس عملت بريدكت انها نيجاتيف، وهي كانت فعلا نيجاتيف. زي ايه يعني؟ الحاجات اللي انت عملت لها اورنج ومانجو، وهي كانت فعلا اورنج او مانجو. تمام، انت دمجت هنا، انت دمجت هنا الاورنج والمانجو مع بعض، فدمجتهم مع بعض، فانت هنا دي عندك الاربع سيل دول، يعتبر هما ايه، يعتبر هما ايه، ترو نيجاتيف بتاعك. تمام، ليه يعتبر هما ترو نيجاتيف بتاعك؟ لان دي الحاجات اللي انت ما عملتلهاش بريدكشن هي ان هي قبل. تمام، انت عملت لهم ايه، دمجتهم في بعض، دمجتهم في بعض. ماشي، فانت تبتدي تجمع الاثنين والثلاثه والاثنين والواحد، فدول هما ايه، عندك ايه، ترو نيجاتيف. تمام، وعشان تسهل عليك لو انت واقف في الابل، تمام، بتيجي تشوف البعيد عن ده وبعيد عن ده، البعيد عن ده وبعيد عن ده، ماشي، فالباقيين هما بيبقوا عندك الايه، الترو نيجاتيف. تمام، اللي هو بعيد عن يعني الخط ده والخط ده، فدول بيبقوا عندك هما الايه، الترو نيجاتيف. ماشي، تمام، ماشي. بس هو هنا ليه، ليه جمعهم مع بعض؟ ان هو اعتبرهم، مش انا قلت لك اعتبرهم ان هما كلاس واحد، ما تعتبرهمش ان هما اورنج ومانجو، اعتبرهم ان هم كلهم ايه، ان، اعتبرهم كلهم ايه، ان. انت لو اعتبرتهم كلهم ان، فانت خلاص هتمجموا مع بعض وتتجمعهم. ماشي، انت لو اعتبرت ان هم اورنج ومانجو، انت كده اتلخبطت، لان انت اعتبرهم نيجاتيف واحد، انت كانك بتحولها لباينري، كانك بتحولها لباينري كلاسيفيكيشن. تمام، فاحنا دمجناهم كانهم ان مع بعض. تمام، وده البي بتاعك. فانت ايه الحاجات اللي عملت لها بريدكت ان، وهي كانت فعلا ان؟ طب ايه ده، ده وده 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 وده، 2 و3 و2 و1، فانت كده عندك ايه، تمام. طب الفولس بوزيتيف، الفولس بوزيتيف بتيجي تشوف الحاجات اللي انت عملت لها بريدكت انها بوزيتيف، تمام، بس هي ايه، غلط. ماشي، يعني فولس بوزيتيف الحاجات اللي انت عملت لها بريدكت انها بوزيتيف، وهي فعلا غلط. طب انت عايز تشوف البريدكت فين، البريدكت هنا، فتبتدي تمشي معاها الحاجات اللي انت عملت لها بريدكت انها بوزيتيف، وهي فعلا وهي غلط. فانت عندك الحاجات اللي انت عملت لها بريدكت انها بوزيتيف، وهي فعلا غلط، اللي هي الايه، التمانية والتسعة دي، فتبتدي تجمعهم مع بعض معاك.
تمانية بلس تسعة تمام، تمانية ايه سوري سوري إيه الحاجات اللي انت ايه صح، الحاجات اللي انت قلت انها بريدكت انها قبل تمام، بس هي غلط طلعت ايه ان طلعت ان، فانت قلت مثلا ده كل دول قلت ان كل دول بوزيتيف، بس ايه طلع منهم الحبة دول غلط، فالحبة دول غلط ده اللي هما الفلوس بوزيتيف بتوعك اللي هو 8 و9 تمام ماشي ماشي. طب الفلوس نيجاتيف، الفلوس نيجاتيف حاجات انت قلت عليها نيجاتيف بس هي كقيم حقيقية كانت ايه كانت بوزيتيف ماشي، ازاي بقى نمسح الشغلات دي كلها عشان ايه نشوفها، حاجات انت قلت عليها قلت عليها فلوس نيجاتيف، حاجات انت قلت عليها نيجاتيف بس هي غلط، ايه الحاجات اللي انت عليها نيجاتيف قلت عليها نيجاتيف قلت عليها نيجاتيف، دول انت قلت عليهم نيجاتيف قلت عليهم ايه نيجاتيف، يعني طبعا ده ان وده ان، فاعتبرت ان دول نيجاتيف، ده البريدكشن بتاعك قلت ان دول نيجاتيف. طب هل دول كقيم حقيقية كانوا عاملين ازاي؟ احنا في الاكشوال، اكشوال واقف و اكشوال او ترو، في اكشوال ده دول تبع الابل يعني دول ابل فعلا، بس انت عملتهم كلاسيفيكيشن غلط، فواحد بلس تلاتة اللي هما ايه أربعة تمام، فانت كده حسبت الترو بوزيتيف والترو نيجاتيف والفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف من خلال وجهة نظر ايه الابل تمام، فانت عايز تحسب البريسيشن فتعوض في المعادلات بتاعتك اللي هو الترو بوزيتيف على الترو بوزيتيف بلس الفولس نيجاتيف الفولس بوزيتيف سوري ايا كانت المعادلات يعني بتتعوض فيها، ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف بلس الفولس بوزيتيف هتلاقي 29%، ده رقم قليل. يعني عايز تحسب الريكول ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف بلس بلس الفولس نيجاتيف تمام، طلعت لك مثلا 64%، عايز تحسب الاف 1 سكور حسبته طلع ب 40% لو عوضت في المعادله دي، هذه الارقام بتاعت ايه بتاعت الابل ماشي. طيب هل انت كده خلصت؟ لا انت كده خلصت اول iteration، اول iteration ان انت اعتبرت ان ده البوزيتيف ودمجت دول قلت ان دول نيجاتيف تمام، فانت جيت طلعت 29 بريسيشن و64% ريكول وإف 1 سكور ب 40% اللي هو ده ايه اللي هو الارقام يعني احنا ايه طلعناها تمام. طيب هل دي اخر حاجه؟ لا دي اتريشن واحده، المفروض تعيد نفس الكلام بس تعتبر مره ان الاورنج هي البوزيتيف والباقيين نيجاتيف، نفس الكلام المانجو هي البوزيتيف والباقيين نيجاتيف يعني تمام. طيب هناخدها من مثال تاني في حته الماكرو والمايكرو بعيدا يعني عن المسميات دي، هناخدها واحده واحده ماشي. هو هنا في الأمثلة اللي احنا طلعنا، احنا طلعنا كام عشان أقول لك بس أتأكد، احنا طلعنا لما اعتبرنا إن الأبل، لما اعتبرنا إن الأبل فين، لما اعتبرنا إن الأبل هي البوزيتيف، هي البوزيتيف في المثال اللي احنا كنا بنحل الأبل هي البوزيتيف والبين كانوا نيجاتيف تمام، فطلع لي 29 64 40، أنا كنت بدور على أرقام 29 إيه لما اعتبرنا الأبل أهو هو البوزيتيف بتاعنا، ف29 64 إيه 40، ده كده أول إيه أول iteration. تاني iteration لازم تجيب ال تجيب إيه مثلا أورنج، تبتدي تقول الأورنج هحاول برضه أعملها بسرعة كده بشكل كروكي عشان الوقت، قلت مثلا الأورنج وده إيه البوزيتيف بتاعي وإيه البوزيتيف بتاعي ماشي ماشي، عايزين قلم كده قلم تاني ماشي، هات الأصفر لا الأصفر مش واضح ماشي. طيب جاي عايز احسب مثلا في الاورنج مثلا هو البوزيتيف واي حاجه تانية ايه هي نيجاتيف تمام، فعايزين مثلا نحسب ترو بوزيتيف، فهو انت مسكت ده مع ده فده كده مثلا ايه ترو بوزيتيف اللي هو مثلا كان اورنج كاكشوال وانا بديكت ان هو اورنج تمام، عايز الترو نيجاتيف، الترو نيجاتيف كانت ايه قلت لك اي حاجه بعيد عن اللاين ده واللاين ده، فانت عندك دي ترو نيجاتيف ودي ترو نيجاتيف ودي ترو نيجاتيف ودي ترو نيجاتيف، فانت تيجي جمعتهم انت كده جبت الفولس بوزيتيف والفولس ترو سوري ترو بوزيتيف اللي هي كانت الاثنين وترو نيجاتيف، جمعت ده مع ده ترو نيجاتيف وجمعت مع ده اللي هو 9 بس 7 بس 3 بس 1، ناقصك ايه؟ ناقصك الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف، الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف نجمع ازاي؟ نجيب قلم تاني ماشي، الفولس بوزيتيف الفولس بوزيتيف انت بتيجي تشوف الحاجات اللي هو ايه الحاجات اللي انت عملت لها بريدكت، فانت تمشي مع بريدكت سواء هنا او هنا، فبريدكت هنا بريدكت هنا، فانت عملت بريدكت لكل ده بوزيتيف
طب مين فيهم كان مين انت فيهم غلط؟ ده وده، ده الفوز بوز جمعناها، ادي كده الفوز بوز دي. تمام، عايز بس اجيب اللون كده مثلا ابيض مثلا، ماشي ابيض خلاص ماشي. دي مثلا ايه، دي كانت الترو بوزيتيف عشان نوضحها بس. تمام ماشي، عايزين بس نحسب ايه دلوقتي، فاضل الفولس نيجاتيف ما حسبناهاش باللون الاسود. الفولس نيجاتيف تعملها ازاي؟ تيجي تشوف الحاجات اللي انت عملت لها بريدكت بشكل ايه نيجاتيف بس هي غلط، يعني تيجي تشوف الحاجات اللي انت بعيد عن الكلوز بتاعك. انت الكلوز بتاعك كان ايه؟ كان اورنج هو البوزيتيف، الحاجة التانية كانت ايه؟ كانت ده وده. تمام، فانت هنا عملت ان هو بريدكت ان هو ان مثلا، سيبك من الابل والاومجا دي، عملت انها ايه؟ بريدكت انها ان. تمام، وباقي القيم الحقيقية كانت ايه؟ كانت حاجة تانية اللي هي ايه؟ كانت اورنج. تمام، فانت عندك هنا 8 وعندك الاثنين، الاثنين اللي هي دي. تمام، فدي ليه الفولس نيجاتيف، حاجات انت عملت بريدكت انها نيجاتيف بس هي في الفعل كانت ايه؟ كانت بوزيتيف، كانت اورنج بتاعتك، يعني هي كانت كاكشوال. انت بص بصيت اكشوال هي كانت اورنج، الثمانية والاثنين كانت اكشوال كانت اورنج، بس انت عملت لهم بريدكت ان هم ايه؟ كقيم تانية اللي هو فوق وتحت مش اللي في النص. تمام، فانت عندك كده الترو بوزيتيف اللي بلبيت والترو نيجاتيف، قلت لك اي حاجة بعيدة عن الترسكت بتاعك ده وده. دي طريقة يعني ممكن تتعلم بيها لو جيت تحل مسألة، عشان انت المفروض هتحل مسألة بقى كاملة. تمام، خدت عندك ان الترو نيجاتيف بلبتر ده وده ده وده الأربعة دول، وعندك الفولس بوزيتيف اللي بلازا، وعندك الفولس نيجاتيف ايه اللي اسود، هتجمعهم زي ما جمعت هنا، تيجي تحسب البريسيشن والكول والاف ونص كله اتعوض، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الارقام دي 33% 17% 22%. هل انت كده خلصت؟ لا برضه، انت خلصت ايه؟ الايتريشن التانية بتاعت الاورنج لو اعتبرت ان هو البوزيتيف. هتعمل نفس الكلام بس ايه؟ بس المانجو. انا قلت برضه اعمل ايه؟ محاور معاكم اللي هي كانت بتاعت الاورنج بسرعة كده عشان ايه؟ عشان الوقت. ممكن برضه كمان بتاعت المانجو بس هي نفس طريقة ايه؟ الاورنج. تمام، وحصلنا كل ايه؟ كل مرة البريسيشن ولا كله فون سكور. ماشي، طيب عندنا بقى ايه؟ 3 حاجات ممكن نستخدمهم عشان نحسب نيفالويت الاف المالتي كلاس كلاسيفيكيشن غير الحاجات اللي احنا حسبناها. احنا حسبنا 3 حاجات، حسبنا 3 بريسيشن و3 ريكول و3 اف ون سكور. طب عايزين نجيب بقى نعملهم كومباين مع بعض في حاجة واحدة، ازاي ممكن نعملها؟ انت حسبت التلاتة اف ون سكور تجمع مع بعض ازاي؟ حسبت التلاتة ريكول تجمع مع بعض ازاي؟ حسبت التلاتة بريسيشن تجمع مع بعض ازاي؟ بيقول لك عندنا حاجة اسمها ماكرو، حاجة اسمها ويتد، وحاجة اسمها مايكرو. هناخدهم بالترتيب واحدة واحدة، هنحسبهم ازاي؟ أول حاجة المايكرو. المايكرو سهل جدا، مايكرو ايه؟ سهل جدا. تمام، المايكرو هو ما بيعملش حاجة غير ان هو بيجمعهم مع بعض. المايكرو بيجمعهم مع بعض بس امتى؟ هل قبل ما يحسب البوزيشن والريكول والليف ونس كنا نحسب ده؟ لا، مش احنا في كل مرة كنا بنحسب الترو بوزيتيف والترو والفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف، هو مرة حسب الابل، مرة الاورنج باعتبار ان الاورنج يعني كان هو البوزيتيف، ومرة كان المانجو اللي هو اعتبار ان هو الايه البوزيتيف. نفس الكلام في الفولس بوزيتيف، نفس الكلام في الفولس نيجاتيف، في الفولس نيجاتيف للتلاتة. تمام، اللي هو الارقام فين؟ الارقام اللي كانت هنا، نفس دي كانت بتاعت الاورنج، نفس الكلام اللي سوري دي كام، دي دول كانوا بتوع الابل، نفس الكلام الاورنج، نفس الكلام المانجو. قبل ما تحسب اي حاجة فانت بتاخد ترو بوزيتيف والفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف، تيجي تعوض ايه بيهم وتجمعهم مع بعض. فانت جمعت التوتال ترو بوزيتيف والتوتال فولس بوزيتيف والتوتال فولس نيجاتيف، جمعتهم فانت بقى عندك قيمة واحدة، قيمة واحدة للتوتال بوزيتيف، قيمة واحدة للتوتال فولس بوزيتيف، قيمة واحدة ليه للتوتال فولس نيجاتيف، معاك قيمة واحدة. فما دام معاك قيمة واحدة تبي تحسب بريسيشن واحدة وتحسب لكل واحدة. تمام، فالمايكرو رايح دماغه ايه من الحتة دي خالص. تمام ماشي، طيب ولو عايز تحسب اف ون سكور فانت برضه تيجي تحسب اف ون سكور، انت عندك ايه؟ عندك بريسيشن واحدة، عندك الكور واحدة. تمام، فكده ضرب 200 في 28 في 28 على 28 بلس 28 23% برضه. تمام، طيب ده المايكرو. طب المايكرو، المايكرو بيشتغل على الجدول اللي احنا كنا لسه حاسبينه، لو انا كنت حسبت معاك واحدة زيادة عن اللي موجودة في المحاضرة اللي هو كان الجدول ده، فانا افترض انت معاك الجدول ده، معاك البريسيشن لكل واحدة، لكل كل واحدة، الاف ون سكور لكل واحدة، هتحسبها ازاي بقى؟
قال لك لو انت مثلا عايز ماكرو اف 1 فانت عايز تجيب الافريج، هتقول لك هتجمع ده بلس ده بلس ده تمام، وتقسمه على التلاتة عشان هم عددهم تلاتة، لو هم عددهم أربعة تقسمه على أربعة، المهم هتقسمه على إيه؟ على عدده. فبتجيب المين يعني، بمعنى صح بتجيب المين ما بينهم. بس بيقول لك إن دي unweighted اللي هو ما ضربش في أي weight، هو مجرد جمعهم وقسمهم عليه على عددهم، فهو جايب ال F1 score ال total F1 score بتاع التلاتة وجمعهم وقسمهم على التلاتة، جاب ال average بتاعهم تمام. لو هم أربعة هيجمعهم مع بعض إيه؟ يجيب ال average بتاعهم تمام. ده الإيه؟ ده الماكرو F1، بس ده الإيه؟ ال unweighted. طب مفيش حاجة ويتد اللي هو ممكن أضرب في ويت، لو مثلا عايز مثلا يركز على الأبل أكتر أضربه في ويت، أو مثلا يركز على الأورنج أكتر أضربه في ويت، كل واحد أضربه في ويت معين. قال لك أه، قال لك أنت ممكن مثلا أنت جبت التيبل اللي إحنا برضه جبناه معاك، وبرضه اللي هو بتاع التيبل اللي هو كان فوق نفس الكلام، هو التيبل ده أنت إيه لو جات مسألة فأنت لازم تعمل التيبل ده، بس مش عارف الوقت هيكفي ولا لأ، بس أنت على حسابك إن أنت تعرف تحل المسألة كلها، هي سهلة، هي مجرد تعويضات بسيطة، أنت مجرد رسمت التيبل صح تخيلتها صح، انت ممكن تجي لك مثلا عادي ايه تقول لك مثلا احسب مثلا الماكرو الاف الماكرو اف 1، هتحسب ماكرو اف 1 وهي جايبه لك جدول صغير، فانت لازم تحسب ايه كل حاجه الجدول ده كله عشان ايه عشان توصل لماكرو اف 1 تمام. لو تيجي تجمع 3 اف 1 سكور تمام، تيجي تجمعهم وتجيب ايه الافرج بتاعهم ماشي. طيب الويتد ولا بقى عباره عن ايه؟ الويتد تيجي تضرب كل واحد في ويت، مثلا تضرب 40% مثلا دي تضربها في 11، ده اللي هو كان ويت يعني تمام، يعني تفترض ان هو ضرب في 11، الابل في 11، والاورنج في 12، والمانجو ايه في 13، ضرب كل واحد في ويت تمام، فانا ضربهم في ويت جمعهم وقسمهم على ايه على التوتال التوتال ويت يعني اللي هو مجموعهم يعني مع بعض تمام، اللي هو برضه يجيب الافريج بتاعهم تلاقي مثلا ايه 24% تمام. هي كده بيقول لك ان قبل ما المحاضرة تخلص بيقول لك ان الداتا مش بالانسد، لو الداتا مش بالانسد احسن حاجة ممكن تستخدم مايكرو تمام. ولا برضه لو انت عايز تأساين ويتد ويت لكل كل كلاس برضه ممكن يكون احسن، انت مثلا عندك كلاس عدد قليل عدد قليل جدا، فانت ممكن تزود الويت بتاعه اكتر عشان ده يركز عليه اكتر في الموديل، هو بيعمل تريننج، هو بيعمل عملية ترين ممكن يعمله ديتكت بشكل احسن، فانت لو زودت الويت بتاعه فالويت برضه بيأثر حتى انت تركز على الكلاس ده بشكل اكتر ولا لا تمام. بس بيقولك لو هي بالانسد فانت خلاص تبتدي تحسب مايكرو عادي مش أي مشكلة، لو بتيجي تجمعهم فين مايكرو بتيجي تجمعهم عادي قبل ما تحسب أي حاجة، وجبت موحدة وكل حاجة وإيه بتحسبهم يعني بس. فهي المحاضرة خلصت، بس أهم حاجة المسائل بتاعت الكونفجن ماتريكس تكون تمام، بالذات المالتي كلاس أهم حاجة يعني اتعود، سواء الأكشوال كان فوق أو ال أو كان على الشمال ممكن تتعكس، سواء أكشوال أو بريدكتد. أول حاجة أو آخر حاجة برضو خلي بالك من ال false positive و false negative، قلنا نعلمهم من بعض ازاي. وبرضه حتة multi class، لو مثلا جه في مسألة قالك مثلا جابلك بالصورة زي كده وقال لك عايز مثلا احسب الماكرو F1، مانقدرش تحسب الماكرو F1 لازم تعمل ايه؟ تعمل الجدول ده، وقلنا هنجيب كل ايه كل قيمة في الجدول ازاي هنحسبها ازاي تمام. فانت لازم تمشي على ال steps دي كلها بس يعني، والمحاضرة بسيطة يعني، ولو في أي مشكلة ممكن أي حد يبعتلي أنا في أي وقت.